سباق على قدرة التحمل مع الحكومة والأحزاب وميليشياتها الداعمة لها، ومن يصمد حتى النهاية سيكون الفائز. هكذا بدأ مشهد الثورة في العراق بعد يوم شهد تصعيدا في الحراك وعمليات اعتقال استهدفت الناشطين والمتظاهرين في بغداد وعدة مدن جنوبية في محاولة جلية لكسر شوكة التظاهرات التي كسبت رهان الوقت مع السلطة. يأتي ذلك في وقت توالت بيانات صادرة عن هيئة النزاهة ومجلس القضاء تتضمن أوامر قبض واستخدام وأحكام إدانة ضد مسؤولين بينهم وزراء ونواب ومحافظون ومدراء عامون وأعضاء مجالس محافظات ورؤساء هيئات مختلفة، في خطوة على ما يبدو أنها تنسيق عال بين مجلس القضاء الأعلى والحكومة التي تحاول امتصاص زخم التظاهرات وتهدئة الشارع. أوامر القبض والاستدعاء هذه أثبتت مجددا رغبة السلطة بمزيد من المراوغة، فأكثر الذين تم استدعاؤهم هم مسؤولون سابقون غير موجودين في العراق أصلا أو نواب حاليون يحظون بحصانة برلمانية، كما أن قانون الانتخابات الذي يراد تعديله تتنازعه رغبات الكتل والأحزاب الممسكة بتلابيب المشهد السياسي ولا تريد أن تفقد امتيازاتها. المتظاهرون يؤكدون أنهم لم يروا إلى الآن أي إصلاحات أو بوادر لتحقيقها، معتبرين أن ما يجري هو عمليات تخدير ومماطلة وإعلانات بلا تنفيذ كما حدث في البصرة العام الماضي، لكنها لن تنطلي عليهم هذه المرة التي بدأ فيها الحراك أنضج وأكثر قدرة على المناورة والمطاولة. وفي هذا الإطار شهدت ساحة التحرير ما يمكن عده لقاء تنسيقيا بين متظاهرين من عدة محافظات جنوبية وآخرين من بغداد بهدف تنسيق المواقف بشكل أكبر بعد نجاح الإضراب العام وعمليات قطع الطرق الرئيسة التي قلبت المعادلة، فصارت المبادرة بيد الثوار وجعلت الحكومة وأحزابها في موقف المدافع الذي يلجأ للعنف لاستعادة زمام السيطرة، وهو ما يفسر ارتفاع أعداد الضحايا من المتظاهرين خلال الأيام الماضية، ليزيدهم تصميما على البقاء في الميادين لحين تحقيق هدف الثورة الذي يتمحور حول إسقاط النظام وأحزابه التي تحاول تجاوز هذا الموضوع بالحديث عن إصلاحات وتعديلات في قوانين صارت هامشية في حسابات الثوار.